بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أول محاضرة في كورس الجيوثيرمال إنرجي، هي طاقة الأرض الحرارية. كبداية عندنا introduction، نبغى نعرف شنو هي الجيوثيرمال إنرجي. بشكل بسيط، الجيوثيرمال إنرجي هي حرارة الأرض، حرارة الأرض اللي تتولد بعدة عمليات. أول شيء، نقطة رقم واحد، من الحرارات اللي تكونت بها الأرض. لما تكونت الكرة الأرضية كانت درجة حرارة عالية جدا جدا، فالأرض احتفظت بجزء من الحرارة هذه لوقتنا الحالي، يعني ما زال محتفظة بالحرارة، بجزء كبير من الحرارة اللي تكونت بها الأرض. رقم اثنين، decay of radioactive elements، اضمحلال العناصر المشعة. احنا عارفين ان بعض الأرض في عناصر مشعة زي اليورانيوم، توريوم، بوتاسيوم، هذه من أهم العناصر المشعة. فاضمحلال العناصر المشعة هذين، اضمحلال النظائر بتاع العناصر المشعة، يولد طاقة حرارية. النقطة الثالثة اللي هي الفريكشن. الفريكشن طبعا هو الاحتكاك. نحن عندنا في الجيولوجيا نتحدث دائما عن البليت تكتونيك، الألواح التكتونية، فحركة الألواح التكتونية هذه تولد طاقة لما تحتك مع بعض البعض. لكن طبعا أهم عاملين في توليد الحرارة هو اضمحلال العناصر المشعة و الطاقة الحرارية اللي مازال محتفظة بها الكرة الأرضية من تاريخ تكونها للوقت الحالي. نجي ننظر للصورة اللي على اليسار، بيبين لي مقطع من الكرة الأرضية، يبين لي عمق، أول حاجة عمق الكرة الأرضية بالكيلومتر على اليمين، ويبين لي الزيادة في درجة الحرارة. كل ما ننزلنا في بعض الأرض، كل ما نتعمق في بعض الأرض، حتزيد عندي درجة الحرارة إلى أن تصل إلى 5000 درجة مئوية على عمق 6000 كيلومتر، اللي هو مركز الأرض أو سنتر الأرض. طبعاً geothermal energy is clean energy because no fuel is burned. مقصود يعني أن طاقة الأرض الحرارية هي طاقة نظيفة، ما فيهاش حرق لوقود السائل أو الوقود الحيوي، عبارة عن بس نحن نستغله في الحرارة المولدة الموجودة في بعض الأرض، لا يوجد فيها حرق، لا غازات ولا وقود سائل. ناخذ نظرة تاريخية على الجيوثيرمال انرجي. طبعا البشرية استخدمت او استغلت الجيوثيرمال انرجي من تاريخ وجودها. استخدموا الطاقة الحرارية من الينابيع الساخنة، الهوت سبرينجز، مثالها كصورة على اليمين، كحمامات ساخنة في العصور القديمة كلهن. ايضا اول نظام تدفئة في منطقة في اقليم معين كان في فرنسا في القرن الرابع عشر، بدأ يخدم في القرن العشرين. طبعا زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية قاد بإنشاء محطات لتوليد طاقة باستخدام الجيوثيرمال انرجي في ايسلند، اللي هي دولة ايسلند، واللي كانت اول دولة تقوم بإنتاج الطاقة باستخدام الجيوثيرمال انرجي، ولدت الطاقة الكهربائية باستخدام الجيوثيرمال انرجي. وفي عام 1960 بدأت شركة باسيفيك جاز اند الكتريك بدأت تستخدم الطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق استغلال الجيسرز اللي هي نفس الينابيع الساخنة في ولاية كاليفورنيا. الصورة هذه توضح أول مولد الطاقة الكهربائية في إيطاليا باستخدام الطاقة الحرارية للأرض بقدرة 10 كيلووات. نتحدث عن الجيوثيرمال إنرجي سورس، هي مصادر الطاقة الحرارية للأرض. طبعا محطات توليد الطاقة الكهربائية تستخدم في البخار اللي صادر من الآبار المحفورة اللي وصل لي المناطق اللي فيها الطاقة الحرارية، اللي تسمى geothermal reservoirs، يعني مكامن الطاقة الحرارية. المكامن هذه غالبا يعني توجد في حواف القارات، اللي هي earth is major plate boundaries. في المناطق هذه يكون فيه نشاط البراكين والزلازل يعني شائع بشكل كبير، وفي حين إن ما فيش يعني أي دلائل
اذا انت في موجود في منطقه ما فيش اي دلائل على وجود طاقه حراريه في المنطقه دي، هي يعني ما عندكش انت ينابيع حاره، ما عندكش جيسرز، ما عندكش براكين في البارزه في المنطقه تدل على وجود طاقه حراريه كامله في باطن الارض، فلا بد من حفر ابار علشان نعرف الحراره الموجوده في باطن الارض ونعرف هل يوجد فيه مكامن ذات طاقه حراريه او لا. حتى في المناطق اللي فيها دلائل وفيها كذا لا بد من ان نشوف هنا هل الطاقه الحراريه هذه تصلح ان هي تصل للمستوى ان هي تولد لي طاقه تساهم في توليد طاقه كهربائيه، او انك بس بتستخدمها في اغراض تدفئه مباشره على حسب الاستخدام اللي انت تبيه. ما زلنا في موضوع اماكن تواجد الطاقه الحراريه، وزي ما قلنا ان الطاقه الحراريه تتواجد في الاماكن او على حواف القارات، وكمثال شهير عندنا نحن في المحيط الهادي في عندنا منطقه تسمى حلقه النار رينج اوف فاير. الحلقه هذه هي نجد فيها ان اللوح المحيطي اللي هو الاوشانيك كراست يغطس، يصير لعمليه سبدكشن تحت الكونتيننتال كراست اوف النورث امريكا والساوث امريكا واليوريسي بليت والاندو استرين بليت. فللتوضيح اكثر يعني نشوفوا السلايد هذه هي اللي هي تمثل لي ديناميكية الأرض، تحكي على الإيرث ديناميك اللي هي مقصود بها ديناميكية الأرض يعني حركية الأرض. الكرة الأرضية تتكون من ثلاث طبقات، تتكون من كراست ومانتل وكور، والكور تنقسم إلى أوتر كور أينر كور يعني نواة خارجية ونواة داخلية، لكن بمعنى عندي ثلاث طبقات كراست مانتل كور، وعندي شيء نسمي فيه أوشانيك كراست وكونتيننتال كراست، هذا في طبقة الكراست. عندي قشرة محيطية وقشرة قارية، هذه تمثل قشرة القارية وهذه تمثل قشرة المحيطية. الطبقة هذه كلها قشرة محيطية. فطبعا نحن قلنا كل ما نقتصر تحت باطن الأرض تزيد درجة الحرارة لتصل إلى 5000 مئوية في باطن الأرض اللي هو في إيش في النواة، النواة الداخلية للأرض. فلو تخيلنا أن الجزء هذا هو النواة الداخلية للأرض، من ثم الجزء هذا هو النواة الخارجية للأرض، من ثم عندي الجزء هذا كله هذا هو طبقة الوشاح، والطبقة اللي قلنا حكينا عليها هذه هي القشرة المحيطية. طبعا القشرة المحيطية قاعدة في حالة حركة، الحركة هذه تسببها أي؟ تسببها تيارات الحمل اللي موجودة في طبقة الوشاح والجزء السفلي من القشرة المحيطية. تيارات الحمل تنتج من إيش؟ نحن عارفين أن تيارات الحمل في تجربة لما تسخن المية أن المواد الأقل كثافة هتصعد للأعلى والمواد الأكثر كثافة هتنزل للأسفل، يعني المواد الساخنة هتصعد والمواد الباردة الأقل منها برودة، الأقل من المواد الساخنة برودة بحرارة حتنزل للأسفل. فهذه حالة مستمرة، يعني المواد الساخنة حتصعد للأعلى، لما تصعد للأعلى حتفقد جزء من الحرارة متاعها، واللي نزلت للأسفل حتكسب حرارة، فحتقعد اللي في الأسفل أقل كثافة واللي في الأعلى أكثر كثافة، فحشنو حتنزل للأسفل وحتكي وحترق الأعلى. وهذه تيارات حمل مستمرة كيف نشوف. فتيارات الحمل هذه هي حتحرك لي الألواح المحيطية، فتسبب في أن اللوح المحيطي حيتجه إلى اللوح القاري، فحيصير شيئين، يا إما يصدم باللوح القاري ويجد في حالة تصادم معه، أو أنه هو حيغطس تحت اللوح القاري. وهذا ما صار، هذا الموجود عندنا في الصورة، أن اللوح المحيطي اللي موجود عندنا هذه هي غطس تحت اللوح القاري، فحيبدأ يغطس تدريجيا شيئا فشيئا لعندما يصل إلى نقطة تبدأ الصخور المكونة للقشرة المحيطية تبدأ في الذوبان، لأن الصخور عندنا تكون مجموعة معادن، وكل معدن عنده درجة انصهار معينة، وحيبدأ عند درجة الانصهار اللي يوصلها حيبدأ في إيش في الذوبان. فلما تدوب حيتولد لي صهير، وحيخرج الصهير على هيئة براكين ويكون لي طاقة حرارية، وحتأثر على الصخور المجاورة لها، وحتأثر لي على المياه الموجودة في المنطقة ذياه لو توجد مياه، وحتى الصهير أساسا توجد به نسبة من المياه. أيضا
في النقطة اللي يصير فيها تباعد ما بين اللوحين القرنيين، في النقطة هذه هي وين ما في السهم الصاعد حيصير في تباعد، حيصير في انقسام في اللوح المحيطي، والنقطة هذه نحن نسموها فيها ميد أوشانيك ريدج، مرتفعات قاع البحار قاع المحيطات. ميد أوشانيك ريدج سبريدنج سنتر، نقطة الانفصال، وحتخرج فيها المواد المنصهرة في النقطة هذه هي، وحتبرد هني هي من جديد، وحتبدأ تتحرك مع اللوح القاري، تلتحم مع اللوح المحيطي، وحتبدأ تتحرك وحتخرج مواد جديدة، وهكذا العملية مستمرة. الغرض من إننا نفهم إن إحنا ديناميكية الأرض عشان نعرفوا كيف تتولد الطاقة الحرارية في المناطق اللي المناطق الحدية، يعني حواف القارات اللي فيها البراكين، كيف تتكون البراكين، منين يخرج الصهير. الصهير يخرج من ذوبان هذه الصخور نتيجة لارتفاع درجة الحرارة كل ما نقص تحت سطح الأرض، نتيجة قلنا زي ما قلنا نتيجة لوجود عناصر محلال العناصر المشعة، نتيجة لوجود أساسا طاقة حرارية محتفظة بها كوكب الأرض من تاريخ تكونه للوقت الحالي. فعن طريق الذوبان تخرج مواد منصهرة، وحتأثر في الصخور المجاورة لها، وحتأثر في أي سوائل مجاورة لها، وحتولد إيش؟ حتولد حرارة. زي ما قلنا نحن فيه عندنا نحن ريزرفوارز، من الريزرفوارز نتحصل على البخار اللي هو يولد لي إيش؟ يحرك لي التوربينز بتاع محطات توليد الطاقة. أوكي، طبعا الجيوثيرمال ريزرفوارز، ريزرفوارز نقدر نحن نتوقعها في مناطق معينة، تعطينا دلالة كبيرة على وجود هذه المكامن اللي هي المكامن الحرارية. نحن طبعا قلنا حواف القارات في الغالب على حواف القارات وما فيها البراكين والأمور هذه كلها، لكن لو ما فيش عندي براكين زي الجيسرز اللي هو المثال في الصورة هذه، هذا الجيسرز، في الجيسرز طبعا يخرج البخار الماء على بشكل متقطع، يعني كل على فترات يقعد يخرج ينفذ في بخار الماء، نتيجة لأن المياه اللي ترشحت ونزلت في باطن الأرض ودخلت في الشقوق ولامست الصخور هي الحارة حتكتسب بعد فترة حرارة وحتوصل لدرجة الغليان وحتخرج على هيئة بخار ماء بشكل مفاجئ، فحتجد في فوران لبخار الماء على فترات متقطعة، هذا هو الجيسرز. أما البويلينج مود سبوتس فهي المناطق اللي فيها مود سبوتس، بويلينج مود يعني طين دائب في حالة سائلة، طين موجود في حالة سائلة على ويتحرك كيف ويخرج في الفقاعات نتيجة لوجود الغازات فيه ونتيجة لوجود بخار ماء يطلع معاه. أيضا البراكين، وجود البراكين، وآخر شيء هو الهوت سبرينجز اللي هن الينابيع الحارة، مياه ساخنة تخرج من باطن الأرض. وجود هذه الأشياء دليل على وجود جيوثيرمال ريزرفوارز في المنطقة، يعني مكمن طاقة حرارية تحت باطن الأرض في المنطقة الموجودة فيها. لكن وجودها مش معناها أن الجيوثيرمال ريزرفوارز هذه يصلح في كل شيء، ممكن يصلح في الدايركت يوز أو في الجيوثيرمال إنرجي، لكن ممكن ما يصلحش بيك في توليد طاقة كهربائية. فلازم اننا نقيس الحراره، نعرف الحراره الموجوده في الريزرفوار صديقي عشان نقدر نستغلها، نعرف روح نقدر نستغلها او لا. وما زلنا نحكي على الجيوثيرمال ريزرفوارز، الصوره هنا مثال توضيحي على كيفيه خروج بخار الماء من الجيوثيرمال ريزرفوارز. طبعا المياه تاتي من المرتفعات وتاتي من الامطار وتدخل عن طريق الشقوق وتترشح لعن ما توصل إيش للهوت روك اللي هو الصخر الساخن، الصخر اللي فيه مصدر الحرارة، أو ممكن المياه تكون موجودة هنيه مترشحة من مكان تانية، تتسرب من أماكن أخرى، مش ضروري تكون يعني جاية من أمطار وجاية من سطح الأرض. فأي مياه حتوصل للمنطقة هذه حتتأثر بالحرارة اللي ناتجة من الهوت روك هو الصخر الساخن، أو الناتجة من الماجما الموجودة في المنطقة دي، هي هتأثر هتصدر حرارة في نطاق معين يأثر على أي سوائل موجودة فيها. لما تتأثر المياه بالحرارة وتوصل لمرحلة يعني الغليان، فحترجع تخرج إلى سطح الأرض عن طريق
نفس الآلية عن طريق تشققات على هيئة بخار ماء أو على هيئة مياه ساخنة، وتكون لي ينابيع ساخنة وتكون لي جييسرز في الأماكن هذه كلها. ومن شروط طبعا وصول المياه وتحركها لابد أن يكون الصخر مسامي منفذ، يعني ذات مسامية وذات نفاذية عشان يتحرك السوائل بكل أريحية، تكتسب الحرارة وتخرج بكل أريحية إلى السطح. Reservoirs can be discovered by testing the soils, analyzing underground temperature. كيف يعني إني نكتشف أن الريزرفوارز اللي طبعا في اختبارات لابد أن نديروهن، هو زي ما قالك testing the soils، يعني اختبارات للتربة وتحليل لدرجة الحرارة تحت سطحية عشان ناخذ فكرة عن الحرارة الموجودة تحت سطح الأرض، وناخذ فكرة عن التربة والطبقات الموجودة فوقها، وهذا كله يساعدنا على اكتشاف الجيوثيرمال ريزرفوارز. الجيوثيرمال ريزرفوارز فيه نوعين، فيه لو تمبريتشر ريزرفوارز وفيه هاي تمبريتشر ريزرفوارز. اللو تمبريتشر ريزرفوارز هو درجة الحرارة بتاعها تكون ما بين 30 إلى 100 درجة مئوية، وطبعا هذا في الغالب يتواجد يعني شائع، ممكن نلقوه في أي مكان، ويستخدم غالبا لأغراض التدفئة. أما الهاي تمبريتشر ريزرفوارز فهي تتواجد في المناطق تكون فيها القشرة الأرضية نحيفة أو ما يشسم كما يش كبير، أيضا هذه حتكون مناسبة بشكل كبير جدا لتوليد طاقة الكهربائية، لأن محطات توليد الطاقة الكهربائية تحتاج مكامن حرارية بدرجة حرارة أعلى من 105 درجة مئوية أو 220 فهرنهايت، فهذه مناسبة جدا لتوليد الطاقة الكهربائية. توقفوا عند النقطة هذه، والتوفيق لجميع إن شاء الله.